فكرة التبرع بالدم فكرة رائجة ومعروفة وأصبحنا على وعي كامل بها، لكن فكرة التبرع بالخلايا الجذعية هي الأمر، أو بالخلايا بشكل عام، هي الأمر اللي قد يكون مستجد، ولكن هو طبعا موجود منذ الأزل، يعني شيء قديم، ولكن في مجتمعاتنا الصغيرة ما بنفتح هذا الموضوع أو حتى ما بنتناقش فيه. اليوم حنعرف، وعشان نقل هذا الخوف عند الشباب ونكون على وعي كافي، حنتكلم في هذا الموضوع اليوم. صحيح تراد، الموضوع جدا مهم وضروري. رح نعرف اليوم كيف ممكن نتبرع بالخلايا الجذعية، وأيضا كإيش الفائدة من هذا التبرع. مواضيع كثيرة، وكيف بيتم استخدام هذه الخلايا تحديدا، رح نتعرف عليها اليوم من خلال ضيوفنا المشرفين اليوم في الاستوديو: دكتور نايف الجهني، استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، وأيضا المنسقة أستاذة لمياء خان من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. يا هلا فيكم معنا ومشرفينا اليوم. مشرفين ومنورين، وإن شاء الله حلقة مثمرة بإذن الله. حتى عندكم أسئلة اليوم. الموضوع جدا مهم وجدا حساس، ويمكن كثير من الناس يحتاجوا انهم يعرفوا ويكون عندهم معلوميه اكثر بهذا الموضوع. ولكن بدايه دكتور نايف، نبغى نعرف ايش فكره التبرع بالخلايا الجذعيه، وايش الفرق بينها وبين التبرع بالدم؟ وفي فرق، في فروق معينه بينهم. التبرع بالدم عاده نسحب كميه معينه من الدم للجسم، عادة تقريبا 400 إلى 500 ملي، وبعد كذا نعطيها للمريض اللي يحتاجه، يكون مطابق في فصيلة الدم. تبرع بالخلايا الجذعية عادة بتكون عن طريق أنه ناخذ طلع الدم من جسم المتبرع، وبعد كذا بندخله في جهاز معين نسحب منه الخلايا الجذعية اللي حنعطيها للمرضى بعد ذلك. أو الطريقة الأخرى اللي عادة تستخدم بطريقة أقل، أنه ناخذ المتبرع ونسحب منه الخلايا الجذعيه مباشره من نخاع العظم اللي هو عظم الحوض الخلفي. صحيح. نعرف دائما التبرع بالدم بيصير ليش، او ايش مستلزماته، وليش المستشفيات تحتاجوه في يعني في كثير من الامور، في الحوادث شفناها، في بعض العمليات اللي عنده امراض معينه بنتكلم على التبرع بالدم، ولكن التبرع بالخلايا الجذعيه يعني ما نعرف كثير ايش استخداماته او ليش احنا بنخزنه والى اي مدى ممكن نخزنه، بس لو نعرف منك دكتور نايف. صحيح، هو المرضى اللي يحتاجون تبرع بالخلايا الجذعيه عاده هم عندهم امراض الدم او سرطان الدم او اورام الغدد الليمفاويه، فبشكل عام هم امراض السرطان بشكل عام، يعني عاده هي سرطان الدم اللي يصاب بعض المرضى به. الأمراض الأخرى هي الأمراض المناعية أو الأمراض الوراثية، مثل فقر الدم المنجلي أو أنيميا البحر المتوسط أو أمراض مناعية أخرى مختلفة. هذول هم الناس اللي يحتاجون تبرع بالخلايا الجذعية عشان نعمل لهم زراعة. طيب خليني أسألك أستاذة لمياء، يعني أتوقع أنه هذا المفهوم جديد جدا على المجتمع، لأن إحنا متعودين دائما على التبرع بالدم، ولكن التبرع بالخلايا الجذعية كثير ممكن يتخوفوا منه أنه جديد عليهم، إيش ممكن يترتب عليهم بعد هذا التبرع. نبي نعرف هل كان في تفاعل مع الحملة اللي صارت ولا لا؟ بصراحة أنا تفاجأت من التفاعل اللي كان في الحملة، زي ما حضرتك تفضلتي إنه هذه أول مرة بتصير كحملة للتبرع بالخلايا الجذعية، بس ما شاء الله تبارك الله عدد المتبرعين كان شيء مو طبيعي، يعني لدرجة إحنا كانت الحملة المفروض من الساعة 9 إلى الساعة 1، في الثلاث الأيام الأخيرة خليناها للساعة 3 من كثر إقبال الناس ليها، عدد المتبرعين ما شاء الله صار فوق الـ 1050 متبرع في خلال بس 4 أيام. واحنا ان شاء الله باذن الله ناويين الحمله هذه حتستمر على مدى السنه كامله. حنكون مستهدفين كثير اماكن، في مولات كبيره، حنروح لمراكز المستشفيات مش بس في جده، حتكون على مستوى المنطقه الغربيه. جميل. على علم استاذ لمياء، انت بطبيعه الانسجه واختلافها من 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 شخص لاخر، صحيح؟ اوجه الدكتور نايف، بس عشان ما نعرف احنا نوع الانسجه اللي موجوده عند الناس. ودائما بيقول لك مثلا هذا الشخص يقبل بعد الفحص اللي بيصير، وياخذ اسبوعين تقريبا الفحص تقريبا الاورال. نعم. واوقات بيضبط اوقات ما يضبط، فابغى اعرف كم نوع عندنا والى اي مدى ممكن نلاقي الشخص. انواع الانسجه كثيره جدا بالالاف، يعني ما نقدر نصيحها، كل شخص مختلف يعني عن الاخر في نسيجه، واحنا نسميه النسيج الدموي او الاتش ال اي، وهذا مختلف بيننا، يعني احنا لو عملنا نفس الاختبار علينا كلنا حيكون في اختلاف تقريبا في 90% من الحالات حقتنا. فاللي احنا نسويه بنجمع سجل يكون مليء ب مختلف الانسجه على انواعها، عشان نزيد فرصه انه نلقى شخص مطابق كمتبرع للمرضى اللي يحتاجون زراعه للخلايا الجذعيه. هذه فكرة ايش؟ انه نعمل الحملات عشان نزيد عدد الناس اللي ممكن يتبرعون لنا
بالخلايا الجذعية فنزيد نسبة التطابق بالأنسجة اللي بين الناس. ومدة الخلايا قديش تقعد في يعني محفوظة؟ هي ممكن تجلس الاختبار نفسه ياخذ تقريبا اسبوعين ترجع النتيجه نعرف النسيج حق المتبرع هذا وبعد كذا بعد اخذها انا اقصد قديش تحافظوا عليها بعد ما ناخذ الخلايا الجذعيه نفسها ممكن تجلس ايام الى ان تستخدم للمريض نفسه وبعد كذا يعني تقريبا بضعه ايام ثلاث اربع ايام بعد كذا احنا بعد ما نستخدمها نتخلص منها يعني. والمعروف انه ابدا من المستحيل زي ما ذكرت انه الانسجه تكون مطابقه للمرضى، دائما التبرع بالدم بيكون معروفه الفصائل اللي في الدم فخلاص بتاخذه من مريض مثلا فصيلته او بلس او او ماينس لمريض اخر عنده اي مرض، ولكن دائما الخلايا الجذعيه لازم يكون مطابق لنسبة 90% للمريض عشان يتم انه يقدر انه المريض ياخذها. صحيح صحيح، على الاقل 90%. احنا بنستخدم تقريبا 10 انواع من الأنسجة اللي بنفحصها في المتبرعين وفي المرضى، فدائما نفضل تكون 10 من 10 وعلى الاقل 9 من 10 اللي هو 90% تقريبا. طيب استاذ لم يخليني اسالك، يعني برضو حيكونوا كثير من الناس متخوفين، هل للمتبرعين اي مخاطر ممكن يصابوا بها اذا تبرعوا بهذه الخلايا الجذعيه؟ وايضا يا ريت نعرف كيفيه التبرع. طبعا هي ما في مخاطر، وزي ما الدكاتره كلهم قالوا لنا وما في اي مخاطر على المتبرع. كيفية التبرع دكتور نايف ممكن يفيدنا فيها أكثر. هو المخاطر زي ما قالت لميا، ما في أي مخاطر للمتبرعين أبدا، سواء كانت أثناء التبرع أو بشكل مستمر يعني بشكل مزمن. طريقة التبرع في طريقتين، إما عن طريق تقريبا زي الدم، نقل الدم، إنه بنحط إبرة في الجهة اليمنى في الوريد وإبرة في الجهة اليسرى، وبنخلي المتبرع على جهاز معين زي مثل جهاز غسيل الكلى، فيفصل الدم يدخل في الجهاز ويخرج على مدى تقريبا 3-4 ساعات، يفصل الخلايا الجذعيه ويضعها في كيس اخر، وهذا الكيس بعده ينعطى للمريض في نفس اليوم عشان كذا ما تتخزن لايام كثيره، لانه بنعطيه عاده في نفس اليوم او اليوم التالي للتبرع. والناحيه الثانيه طيب ايش يصير فيها؟ يرجع فيها الدم مره ثانيه للجسم، يدخل في الجهاز ويرجع للجسم مره ثانيه. ايوه هي عادي بتتسوى بشكل يومي يعني دائما في مراكز الزراعه. اصل الافلام ماثره علينا مره كثير، لا ما فيها خطوره يعني او ما تاخذ وقت كمان، يعني حتى نفس العمليه يمكن حضرناها مع الدكتور نايف، حضرنا العمليه وصورناها، يعني برضو كلها ما بتاخذ يمكن ولا ساعه. وهذا مغزانا اليوم، لانه فعليا في كثير من للاسف احنا عندنا من ناحيه هذه الوعي قليل جدا، ودائما متاثرين بالميديا الخارجيه والافلام والاشياء اللي ممكن نصدقها. فهذا واحد من الاشياء المهمه. خلينا مشكله الناس كلهم في بالهم انه التبرع بالنخاع، النخاع الشوكي، فالكل على باله النخاع الشوكي وحيصير فيه شلل رباعي لا سمح الله، والعندنا ما حيصير في اي شيء، اي مشكله في النخاع الشوكي، نحن اللي بناخذه بالنخاع العظم دكتور نايف. ما في علاقه بين النخاع العظم والنخاع الشوكي، مهمه جدا لانه دائما الناس بتلخبط بينهم. النخاع الشوكي اللي هو العمود الفقري نفسه، لكن النخاع العظم موجود في عظم الحوض على اليمين واليسار، ليس له اي علاقه. اعتقد ناس كثير انا تحمست وعندها القابليه وما عندها مشكله، والناس اللي فيها الخير كثير ما شاء الله تبارك الله ومقبلين، ولكن قبل الاقبال هذا وقبل ما نتحمس، في عوامل لاي شخص قبل ما يتبرع المفروض انه يكون يتسم فيها، وكم مره ممكن في الشهر الواحد يتبرع؟ هو احنا بنشيك على 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 التاريخ المرضي للمتبرع ونعمل له فحص بدني نتاكد انه ما عنده امراض ممكن تنتقل للمريض، يعني مثلا امراض الايدز، مثلا التهابات الكبد الوبائيه، امراض مناعيه معينه، امراض وراثيه معينه، نتاكد عشان ما ننقل حاجه للمريض ما تفيده يعني. وغير كذا التبرع نفسه عاده بيكون مره واحده يعني في الحياه، لانه التطابق مع الانسجه مع انسجه المرضى قليله جدا. مره واحده في الحياه كل تقريبا شخص؟ تقريبا مره واحده فقط الحياه، او على الكثير بتكون مرتين، يعني مره الى مرتين تقريبا. ايش السبب؟ التطابق، لان التطابق يكون عاده نادرا جدا، انه مثلا شخص مثلي او شخص مثلك حيكون متطابق لاكثر من شخص في نفس الوقت. عاده يكون التطابق فقط لشخص، شخصين، ثلاثة اشخاص على الكثير. من بين كم؟ صحيح، من بين الالاف، عشرات الالاف. من معقول؟ نعم صحيح. لذلك كانوا اول اتوقع هذه الحمله الجديده هنا، لانه المصابين اللي كانوا يصابوا بهذا المرض في السابق كانوا بيرسلوا هذه العينات لالمانيا عشان يلاقوا ويبحثوا عن متبرعين تطابق انسجتهم مع المرضى موجودين هنا، ما كنا بنلاقي مطابقه في الانسجه هنا كثير من الناس. صحيح، احنا عندنا مرضى في السعوديه تقريبا 50% منهم ما يلقون شخص متطابق في الانسجه، مع انه عندنا عدد متبرعين كبير،
وكمان لما نبحث في 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 البنك اللي هو حق المتبرعين العالمي ما نلقى متطابقين فيه. يلا دي اللي بيستنوا انتظار متبرعين لاعضاء بشريه مثلا او شيء زي كذا، صحيح عليه، فيبغى له وقت يعني، ابدا ما هو سهل. فكل ما زاد العدد كل ما زادت بالضبط هذه الفكره نسبه نجاح صحيح. او انه احد يلاقي تطابق. اتفضل كنت بتوري حاجه، نبغى نشوف التجربه. بس قبل ما نشوف التجربه لانه كان الاستاذه لما تبي تورينا حاجه، هو كل مريض كل متبرع حيجي حيكون في لسته فيها الامراض اللي ممكن ما تخليه يتبرع، فبيعديها الاول على اساسها بناخذ المسحه وبنشوفها. نشوفها على الكاميرا بس كذا عشان كمان نشوفها من الناحيه هذه. جميل جدا، هذه فيها التوقيع وفيها البيانات كامله وبس هذا اللي حيصير. ممتاز. طيب دكتور نايف، نسوي التجربه تبع الفحص للمتبرعين اذا جاء ياخذوا اي، لازم يحتاجوا الفحص مبدئي عشان يشوفوا اذا عندهم اي امراض معديه ممكن يصاب بها المريض اللي راح تنتقل له هذه الخلايا الجذعيه، فياريت تورينا كيف راح تكون التجربه. اليوم راح يجربوا حيجربوا علي اليوم. لميا كويس والله، كويس انك حتتبرع. حنسجل اسمك، كل شيء ممكن اسويه عشان الناس تستفيد حقيقي، لانه يمكن كثير من الناس المصابه بهذا المرض تحتاج هذه المساعده. صحيح. فهذا فقط نعمل مسحه من الفم داخليه عشان نعرف نوع النسيج ونوع فصيله الدم، فما ياخذ تقريبا الا 20 ثانيه عاده. نعملها كذا بالطريقه هذه في الجهه اليمنى وفي الجهه اليسرى بنفس الطريقه، تقريبا 20 ثانيه سريع جدا ما ياخذ وقت. طب 20 ثانيه في الجهه اليمنى والثانيه نستخدمه في الجهه اليسرى ويكون. طب ليش تحديدا الجهتين اليمنى واليسرى؟ يعني هي المنطقه اللي نقدر ناخذ منها الدي ان اي، اللي خلايا الدي ان اي معينه موجوده في الفم نقدر نعرف منها عن طريقه فصيله النسيج نفسه، فهي اسهل طريقه بدل من تحليل الدم نفسه يعني. شكرا لك حقيقي دكتور نايف الجهني وايضا استاذه لمياء خان على تواجدكم اليوم معنا في ساعه شباب وعلى الحمله الجميله اللي ممكن انها يعني تنقذ الكثير من حياه البشر او الاشخاص المصابين بهذه الامراض. اي متبرع الان حاب يشوفنا الان يعني خلاص المساله بسيطه. انا اشكركم على وجودكم اليوم ورساله لكل من حاب يتبرع، الان عندك الفرصه وفي الاخير هي مره واحده في العمر نسوي خير ولو بابسط حاجه. انا انصدمت حقيقه من مساله التطابق انه ما بين الالف ممكن شخص واحد عشان يلاقي يعني بكذا احنا ممكن نساهم بهذا الشيء. اضافه اخيره، حتى بعد ما نكلم مثلا وجدنا الشخص المتطابق اتصلنا عليه تعال عشان تتبرع، في حاله انه ما عنده الرغبه غير رايه ما حنجبره انه يجي. يعني ممكن له المسألة بسيطة فيها مرونة عالية حقية جدا واختيارية دائما، التبرع دائما اختياري. شكرا لكم، يعطيكم العافية دكتور نايف الجهني استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، ولمياء خان كمنسقة الشؤون الإعلامية، وبرضه معنا مسز بخاخة. أكيد طبعا نرحب بالفنانة الجرافيتي عائشة. إيش قاعدة تسوي لنا؟ قاعدة بخبز. هنشوف مع بعض بعدين إن شاء الله بعد الفاصل.